منحت هيئة الألقاب الهندسية بفرنسا كوميسيون دي تيتر دانجينيور كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية اعتمادها الخاص ببرامج الهندسة، كما نالت الكلية الاعتماد الأوروبي للجودة ببرامج ماستر الهندسة European Accredited Engineer. ونيل هالاعتماد بشكل إنجاز لكلية الهندسة وللجامعة اللبنانية يلي بتآمن أنه دورها ما بيقتصر على منح الشهادات العلمية بل بتسعى إلى تخريج أجيال واعية للتحديات بتطوير التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. ومسيرة الحصول على الاعتماد انطلقت من أكثر من سنة عندما أجرت كلية الهندسة دراسة ذاتية أنتجت خطة تطويرية بمختلف المجالات، ولا يتكلل ذلك بنجاح الكلية بشروط الاعتماد الأوروبي للجودة.